بسم الله الرحمن الرحيم. من خلال علم الأرقام صاحب قناة السر سوف يموت يوم 9/8 القادم الساعة 5 عصرا، وهذا بناء على طريقته في استخراج الأحداث من الأرقام. هيا لنرى كيف ذلك. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نعوذ بك من أن نقول زورا، أو أن نغشى فجورا، أو أن نكون بك ربي من المغرورين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك، وانشر علينا رحمتك، وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، سوف نستخدم طريقة سيدنا إبراهيم في الرد على صاحب قناة السر. بطريقته سنفعل معه، بحساباته سنفعل معه، لكن هنستخدم أسلوب سيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام. بداية، الخرافة، قبل أن نبدأ هنذكر إيه هي الخرافة، وموقف لسيدنا أبي حنيفة، وموقف لسيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام، عشان تفهموا معايا ما سأقوله. لا توطئة تقدمة لما سأقوله. الخرافة هي الاعتقاد اليقيني القائم على تخيلات تفتقر إلى سبب منطقي يؤيدها. تاني، الخرافة هي الاعتقاد اليقيني القائم على تخيلات تفتقر إلى سبب منطقي يؤيدها. هي دي الخرافة، وهي دي اللي بيتعامل بيها كل أصحاب قنوات الجفر والتنبؤات. خرافة، خرافة لا تستند إلى سبب منطقي يؤيدها. طيب، بداية هنذكر موقف للإمام أبي حنيفة وموقف لسيدنا إبراهيم عليه السلام. أما موقف الإمام أبو حنيفة حينما كان يناظر الملاحدة، عقد له موعدا معهم في بيت الأمير لكي يناظر الملاحدة الذين ينكرون وجود الله ويقولون أن الحياة وجدت صدفة. كل هذه الأفلاك والمخلوقات وهذا التقدير العظيم لله في خلقه، يقولون كل هذا صدفة. طب يقنعهم إزاي الإمام أبو حنيفة؟ المهم، الموعد الذي حدد ليناظرهم فيه في بيت الأمير، ذهبوا متأخرا عنهم ساعة، تأخر عنهم وهو رايح ساعة. ما الذي أخرك؟ لقد جئنا في الموعد وأنت تخلفت، وأنت نموذج في ضرب المثل في الميعاد، وأنت دقيق، وأنت... قال: فعلا أنا آسف إن أنا تأخرت، لكن حدث شيء عظيم أخذ بلبي وأنا في الطريق. قالوا: ما هذا الشيء؟ قال: حينما أردت أن أحضر لكم في الموعد المحدد، حينما جئت لأعبر النهر كي أصل إلى بيت الأمير، لم أجد لا قاربا ولا مركبا ولا سفينة ولا أي شيء يحملني من الشاطئ إلى الشاطئ الذي فيه بيت الأمير، فخشيت التأخر وظللت: يا رب أرسل لي قاربا أمر فيه، ربنا يبعث لي قارب أعد به النهر وهذه الأشياء، فإذا بي أرى أمرا عجبا. قالوا: وما هذا الأمر العجب يا أبا حنيفة؟ قال: وجدت الأشجار التي على حافة النهر تتساقط، ثم تقطع بالتساوي كألواح، ثم يضم بعضها إلى بعض في داخل النهر، ثم يصنع منه مركب على أجمل وأحسن ما يكون، هكذا وحدها، ثم يأتي شراع من بعيد فيتلبس بذلك القارب، ثم يقترب القارب مني إلى
جهة الشاطئ حتى أركبه وأعبر به إليكم، وقد تعجبت عجبا شديدا مما رأيت. فقال الملاحدة والزنادقة له: كلامك هذا غير منطقي ولا يمكن أن يحدث، كيف تقطع الأشجار من تلقاء نفسها وتقطع إلى ألواح متساوية ثم يصنع منها قارب، ويأتيك شراع من بعيد فيتلبس بذلك القارب ويدنو إليك حتى تركبه ثم يعبر بك ليه النهر إلى هنا دون أي سبب؟ كلامك هذا لا يصدق، غير منطقي، مش ممكن يحصل. فقال الإمام أبو حنيفة: أتنكرون أن يصنع قارب واحد بالصدفة ثم تؤمنون بأن هذا الكون العظيم والأفلاك والشموس والأرض والقمر وكل هذا النعيم الذي خلقه الله في هذا الكون تقولون إن كل ده صدفة؟ كل ده تؤمنون إنه صدفة ولا تصدقون أن مركب يصنع بالصدفة؟ فبهت الذي كفر، بهتوا جميعا. ده موقف الإمام أبي حنيفة، خاطبهم من جنس كلامهم وبطريقة كلامهم. كذلك سيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام ظل يقول لهم: الأصنام، ما تعبدوش الأصنام، الأصنام غلط وما فيش فايدة. ففي مرة قومه يريدون أن يعبروا النهر ليذهبوا إلى الجانب الآخر ليقيموا احتفالاتهم، احتفال سنوي كانوا يقيموه كل عام. يلا إبراهيم تعال معنا، قال: إني سقيم. فنظر نظرة في النجوم فقال: إني سقيم. رفض: أنا تعبان شوية مش هروح معاكم. فهم كلهم مشوا، الحكام ورجال الدين والناس والشعب ولا كله، وبقي إبراهيم. فماذا يصنع إبراهيم؟ دخل المعبد الكبير اللي في كل الأصنام. دخل إبراهيم معبدهم الكبير الذي فيه جميع الأصنام. رب العالمين يقول: فراغ إلى آلهتهم فقال: ألا تأكلون؟ الأصنام كلها في المعبد موجودة وأمامها آنية الطعام، كل اللي عايز يقرب قربان كان يأتي بطعام يقربه، وتوضع الآنية اللي فيها الطعام أمام الإيه، كل واحد يضع أمام إلهه الإيه الطعام، وهم لا بيأكلوا ولا شيء بس محطوطة أمامهم الأطعمة، طبعا السدنة بتوعهم هم اللي بيأكلوها بعد كده. المهم أمامهم الطعام، فسيدنا إبراهيم يقول لهم إيه: ألا تأكلون؟ أنتوا مش بتأكلوا؟ ألا تأكلون؟ محدش رد. قال لهم: ما لكم لا تنطقون؟ ما بتردوش ليه؟ ما لكم لا تنطقون؟ برضو محدش رد. فراغ عليهم ضربا باليمين، ظل يكسر فيهم بفأسه، كسرهم جميعا إلا الكبير بتاعهم سابه وعلق فيه الفأس. رب العالمين بيقوله: فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه إيه يرجعون. كسر كل الأصنام وكل الآلهة بتاعتهم المزعومة ووضع الفأس في رقبة الإله الكبير بتاعهم وسابهم ومشي سيدنا إبراهيم. الناس تاني يوم حضروا وجدوا الآلهة كلها مكسرة، قالوا: من فعل هذا بآلهتنا؟ إنه لمن الظالمين. في ناس طبعا ما بتريحش نفسها، دايما كده حشرية. بعضهم قال إيه؟ قالوا: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. فيه ولد شباب دايما يعاكس آلهتنا دي ودايما يذكرهم بسوء، أكيد هو اللي هو الوحيد اللي عدو للآلهة بتاعتنا، هو الوحيد اللي عدو للأصنام، أكيد هو اللي عملها، اسمه إبراهيم. قالوا: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا: فأتوا به، قراره، قالوا: فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. اقبضوا على إبراهيم ده وهاتوه نحكمه أمام الناس كلها عشان الناس كلها يشهدوا يشوفوا فيكون عبرة للجميع، فما حدش يجرؤ يمس الآلهة بعد كده بسوء. قالوا: فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. حضر سيدنا إبراهيم وبدأت المحاكمة. قالوا: أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ أنت اللي عملت كده في الآلهة بتاعتنا؟ قال: بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. لا، اللي عملهم أكيد الكبير اللي الفأس معلقة في رقبته، بدليل إنه ما تكسرش، هو اللي كسرهم، اسألوهم كده شوفوا مين اللي كسرهم. قال: بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون.
فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون، ثم نكسوا على رؤوسهم. راحوا لإبراهيم، لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، أنت عارف إن الآلهة بتاعتنا ما بتتكلمش. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. شفت سيدنا إبراهيم وصل لهم الصدمة إزاي؟ وصل لهم الصدمة عشان يستفيقوا لأنفسهم، أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون، ثم بتفهموش. وأنا أيضا أقول لمن يتبعون الأرقام ويتركون اتباع رسول الله، أف لكم ولما تتبعون غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. من خلال قصة سيدنا إبراهيم دي هنتعامل بنفس الأسلوب مع أصحاب التنبؤات. أنا أيضا تدبرت كتاب الله وخلصت إلى نتيجة، النتيجة دي هي إن صاحب قناة السر هيموت يوم 9/8 القادم. تدبرات، والعلم كله عند الله، العلم كله عند الله. هو تدبر بأسلوب، أنا حاولت أعمل الأسلوب بتاعه، فطلعت لي النتيجة إن هو هيموت يوم 9/8 القادم. نعم حقيقة يوم 9/8 القادم، نعم. طيب وهيكون موته ده الساعة 5 عصرا، يوم 9/8 القادم الساعة 5 العصر، وهيحضر غسله 5 أفراد، وهيدفن بعد موته بست ساعات. انت هتسألني ازاي الكلام ده؟ سأخبرك، مع ان هو ما بيخبرش طلع الاشياء بتاعته ازاي، بس انا هأخبرك. اولا وانا اتدبر تدبرت سورة الفجر، سورة الفجر، وسورة الفجر دي الاستاذ رضا في مرة من المرات وفي حلقة من الحلقات كان بيعرف الناس ان اسمه مذكور في القرآن، وذكر عدد من الآيات، من ضمن الآيات دي آيات من سورة الايه الفجر التي تقول يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. فوقال راضية مرضية، ده إشارة إلى اسمي، اسمه هو يعني راضي عشان هو اسمه رضا، فراضية مرضية تبقى إشارة إلى اسمه، هو اللي قال كده بنفسه والله. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وأنا أتدبر سورة الفجر وتدبرت الآيات دي على وجه الخصوص، فوجدت أن سورة الفجر تقع في الجزء 30، والجزء 30 ده آخر جزء 30 أو 30 ده آخر جزء في الإيه؟ في القرآن الكريم، فهو رمز للنهاية، خصوصا أن الرجل بنفسه اللي قال أن اسمه مذكور هنا راضية مرضية، فده إذن بالإيه؟ الثلاثين آخر جزء، يبقى ده إذن بالنهاية، رمز للإيه؟ للنهاية. أدي شيء. طيب شمعنا يوم 9/8 مش يوم تاني؟ احنا تعلمنا جزء من الأستاذ رضا في الأرقام، والجزء الآخر ربنا فتح علينا بيه، فتعالوا نشوفه مع بعض. هو لما بيكون رقم السورة مكون من رقمين له حساب، ولما بيكون رقم السورة رقم واحد بيكون له حساب تاني. فلما يكون رقم السورة رقم واحد 7/8/5 كده، فبيكون رقم السورة ده دليل على الشهر. طب واليوم بنأتي به منين؟ من رقم الجزء اللي السورة فيه. يبقى إذن الجزء اللي فيه السورة ده بيرمز لليوم، ورقم ترتيب السورة في المصحف ده بيرمز للشهر. لكن أنا تدبرت فوجدت إن السورة لو
ترتيبها مكون من رقمين، من رقمين، فبيكون الرقم اللي جهة اليمين بيرمز لليوم، والرقم اللي جهة اليسار بيرمز للشهر. فلما تدبرت سورة الفجر وجدتها ترتيبها في المصحف الشريف 89، فطبقت القاعدة، قاعدة التدبر، فوجدت ان 9 ده هو اليوم و8 ده هو الشهر كما اتفقنا. يبقى اذا نهاية الرجل ده في راضية مرضية، نهاية الرجل ده ايه؟ يوم 9 8. طب ايه اللي عرفك الساعة 5؟ لأن لما نظرت لكلمة ارجعي يا أيتها النفس المطمئنة، ارجعي، وجدت ان كلمة ارجع، ارجعي دي مكونة من 5 حروف، يبقى هيموت الساعة 5. طب ايه اللي دلك ان اللي هيحضر غسله 5؟ وجدت ان كلمة راضية مرضية، انه خلاص ربنا هيسهله، راضية مرضية مالها؟ دي راضية 5 حروف ومرضية 5 حروف، يبقى اكيد اللي هيحضر غسله ايه؟ 5. نتوقع ذلك. طب ايه اللي عرفك انه هيدفن بعد موته ب6 ساعات؟ لان كلمة فادخلي، فادخلي يبقى لحظة دخوله القبر، كلمة فادخلي دي مكونة من 6 حروف، يبقى هيدخل القبر، يدفن في القبر بعد موته بكام ساعة؟ ب6 ساعات. نسأل الله أن يحفظه ويحفظ الجميع. دي نبوءة، دي ايه؟ قراءة وتدبر لعلم الأرقام كما يتدبره. أنت تقول يا أخي حرام عليك، ده كلام فارغ اللي أنت بتقوله. طب هو اللي أنا بقوله كلام فارغ واللي هو بيقوله كلام سليم وعلم؟ إزاي؟ هو ليس له مستند ولا مرجع ولا علم ولا أي شيء، هو بيتدبر تدبر عشوائي بنفس الطريقة. هتقول لي ده حساب الجمل والأرقام عشوائي، كل ده عشوائي، وكل متنبئ بالأرقام من القرآن الكريم كذاب ليس له مستند. فاحنا هنستنى اليوم 9 8 نشوف نبوءته لمصر هي اللي هتحصل، ولا اللي تدبرناه انه هو هيموت يوم 9 8 هو اللي هيحصل، واذا ما حصلش الاثنين ان شاء الله مش هيحصل الاثنين، يبقى هو كذاب، يبقى هو كذاب. طب وانا مش هكون كذاب؟ لا انا مش كذاب، لاني برد عليه بطريقته، انا مش مؤمن بالكلام ده خالص، ده انا بس برد عليه بنفس طريقته وباسلوبه. انا اعلم انه انما الغيب لله، واعلم انه لله غيب السماوات والارض، واعلم الغيبيات الخمس التي استأثر الله بها. مفيش عالم الغيب سبحانه وتعالى هو الله وحده لا شريك له. يبقى بأسلوب سيدنا إبراهيم أنا اتعاملت به، فانتظروا يوم 9 8 شوفوا هيموت ولا مصر هتهلك وتفنى كلها، ولا إيه اللي هيحصل هنشوف. فإذا كانت النبوءة اللي أنا بقولها دي والتدبر اللي أنا قلته ده خطأ، يبقى هو تنبؤه خطأ، وإلا تكونوا يا أتباعه بتكيلوا بمكيالين، بمكيالين. شوف أنه صح أهو، تدبر جئت لك بالطريقة. 89 ده رقم سورة الفجر، 9 رمز لليوم و8 رمز للشهر، والساعة كل الأشياء دي زي ما هو بيعمل تماما أهو. كل واحد له طريقته في التدبر أهو، أصل التدبر ملوش منهج ثابت، خلي بالك ليس له منهج ايه ثابت. يا من تعبدون الارقام من دون الله، يا من تستخرجون النبوءات بالارقام من دون الله، اف لكم ولما تعبدون من دون الله افلا تعقلون. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.